الشعب يريد بناء يمن جديد. بهذه الهتافات كان لشباب فبراير حضور آخر في ساحات الثوح. هنا في محافظة شبوه عاش شباب التغيير أياماً مختلفة مع واحد من أبرز أحداث البلاد في العصر الحديث، وليس بالأمر السهل أن تنسى من ذاكرتهم ثورة لطالما حلموا بها. هنا تجمعوا وهنا أيضاً مارسوا نشاطهم الثوري ومثلوا ثورة 11 من فبراير أفضل تمثيل، حيث حافظوا على سلميتهم واستظلوا تحت سقف الحلم والهدف الذي ينشدونه جميعاً. مثلت ثورة 11 من فبراير ونحن اليوم نعيش ذكراها 7 ميلاد وطن، ميلاد وطن يبحث عن الكرامة والحرية والعدل والمساواة وأد الظلم والطغيان وإنهاء مشروع التوريث والاستبداد. كنا في هذه الساحة في محافظة شبوة قد نصبنا خيامنا واعتصمنا اعتصامنا السلمي بجميع المكونات القبلية في محافظة شبوة والسياسية والاجتماعية. هنا ساحة التغيير شبوة، حيث كانت عامرة بالأنشطة المختلفة واللوحات الجمالية ذات المعاني العميقة التي تمثل روح الثورة المتقدة في نفوس جيل كامل من شبان المحافظة. مرت الثورة بمراحلها وبسنواتها، بعد ذلك انضم الثوار إلى أخوانهم في المقاومة وواجهوا هذا الانقلاب الذي حصل من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لاستعادة الدولة والشرعية. قبل أيام فرحنا بتحرير بيحان وهي آخر مديريات محافظة شبوة، ونتمنى أن تتحرر باقي البلاد وأن تعود مؤسسات الدولة وشرعياتها. بعد مرور 7 سنوات منذ انطلاقتها يتذكر الشباب اللحظات الأولى مسترجعين مراحل النضال الصادق، وما يزال الأمل يملأهم أن فجر فبراير العظيم سيشرق من جديد وسينبت فبراير الثورة حرية وكرامة على تربة ما تزال تروى بدماء الشباب في مختلف الجبهات. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوه.